اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا. هشام، كنا لسه بنتكلم لما على بنكملين كلامنا على موضوع عدد اللعيبه المحترفين، وعايز اجيب لك يعني الفرق عشان الناس تعرف ان يعني الناس دي وصلت لايه. الفرق المشاركه في البطوله، خلي بالكم دول اللعيبه المحترفين في يعني ايه، في الخمس دوريات الكبرى اللي هم السنغال عندها 17 لعيب بيلعبوا في الخمس دوريات الكبرى من 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 القايمه يعني. الباقيين كلهم على فكره برضو محترفين، بس بيلعبوا يعني في ايه اللي هو احنا بيلعب في سويسرا، بيلعب في كذا، هولندا بقى، تركيا، ماني موجود في الدوري السعودي. المغرب 15، الجزائر 14. خلي بالكم المغرب ده مثلا حكيم زياش بيلعب في جلطة سراي فمش حاسبينه، بس لعيب كبير طبعا. وبونو، ياسين بونو، وياسين بونو بيلعب في الدوري السعودي. الجزائر عندهم 14 لعيب. الجزائر السنغال اللي مطلع معظم اللعيبه دول اكاديميه اسمها جنراسيون فوت، عاملين اتفاق مع نادي ميتس ومع ليون وبتاع اللعيبه، وهم لسه ما كملوش بطوله افريقيا اللي كانت في مصر، كان في اوريدي 4 لعيبه. لامين كامارا، هو ده لامين كامارا. لامين كامارا. الجزائر 14 لعيب. اللعيب الجزائر معظم اللعيبه المحترفه بتاعتهم يا اما مولود بره يا اما طالع من الاكاديميه بتاع بارادو. اكاديميه برضو هدفها تصدير اللاعبين. كوت ديفوار 13 لعيب، جي ام جي والاكاديميات دي هي اللي معيشه الكوت ديفوار. مالي 11 لعيب بيلعبوا في الخمس دوريات الكبرى، شايفين مستواهم. نيجيريا 10 طبعا، كل 10 يعني، واللعيبه الثانيه محترفين برضو. انت يا جماعه رجع له استاذ حسن، احنا يا جماعه عندنا يعني 4 لعيبه محترفين بيلعبوا في الخمس دوريات الكبرى، منهم لعيب ما بيشاركش خالص اللي هو النني، بيشاركش يعني بيشاركش، فتعتبر، وطبعا لعيب يعني النني تاريخ كبير يعني مش عايز اقلل منه، لكن ما بيشاركش دلوقتي. فتعتبر اللعيبه اللي بتلعب كوره بجد في الخمس دوريات الكبرى هو الثلاثه، مصطفى محمد ومرموش وصلاح هشام. اللي انا كنت عايز اقوله لك يا ميدو، ما شاء الله امسك الخشب التالق اللي كان فيه امام عاشور الشوط الثاني تحديدا لما تحرر، وكان مجبر منتخب مصر ان هو يتحرر. الجرايد نزلت تشيلسي مانشستر وبتاع، كل ده انا اتمناه من قلبنا خلي بالك، بس انا وقفت كده بلمت شويه. طب ما انت كنت محترف وجيت مصر، تشيلسي يتكلم على ايه بس؟ لا في بقى ناس يعني انا مش قصدي مش هو ده الموضوع، ناس بره يعني، والناس في مصر ناس بره منزلين ارتكلز ان مش عارف مين جوارديولا ومين تشيلسي، ناس اعلام مصري يعني، اعلام مصري يعني، ايوه حاجات نزلت ارتكلز. ما احنا ده انا اتمنى، انا مش بقطع، انا بقول لك اتمنى، لكن انا عايز اقول يعني ايه تشيلسي يعني. لا انا عايز اقول لك حاجه، ان انت مش انا اللي ده، هو مش الناس جابوا الحاجات اللي ناس بتجمع كاف نزلت حاجات، وده نزل. لا ده في موقع قال لك في الشوط الثاني، قال لك عمل فخر مصر في الشوط الثاني امام عاشور. فخر مصر في ايه؟ احنا بننجح يعني، انا قصدي عشان محدش عارف يضحك على الناس على الدار بالظبط. النهارده الناس عارفه مين كويس ومين مش كويس، ومين بيتجامل ومين اهدافه، بس انت عارف. بس انا النقطه اللي انا عايز اقولها هنا ايه، النقطه على موضوع الاحتراف اللي صلاح بيقولوا عليه واللي انت بتتكلم عليه يا ميدو، ان انت اوريدي امام كنت محترف فاهم. فانت واحد زعل، انا زعلت جدا لما لقيت الارتكل دي، واتمنى ان هي تبقى حقيقي، ان امام فعلا قدرات لعيب يلعب بره مستريح. ده واحد من الناس اللي صلاح يعني، وهو على فكره بس عليه، وهو على فكره كوره هو لما راح ميتلاند في الاول اثبت كده يعني، اول مباراه ليه سبورتنج لشبونه بتاع، بعد كده هو ما قدرش يتاقلم مع الاجواء ليه بقى؟ هو ده اللي انا كنت قصدي عليه، عشان هو هنا نجم. لا وحاجه ثانيه، عشان هو هنا نجم. لما جيت اتكلمت في الاكاديميات مش عايز سايت اكاديميه بس، اكاديميات فيها دكتور لتطوير النفس او تطوير عارف ايه، بدري انت هتقابل صعوبه، سواء قبل ما تركب الطياره لازم يبقى ده حلمك. ممكن اقول لك على حاجه تكمله ولما تروح النادي الاهلي حاول يعمل اللي انت كنت بتتكلموا فيه، ان هو نخلي يبقى في اكاديميات في افريقيا. كابتن هاني رمزي راح غانا مع عبيدي بيلي عنده اكاديميه هناك. كان رده ايه؟ وطبعا النادي الاهلي ده نادي عظيم، افريقيا انسى، حتى لو الاهلي قال له اتعرض عليا، لان الاماراتي كانوا عايزين يعملوا معايا نفس الديل، انسى. قال لك انا الاكاديمي بتاعتي لاوروبا بس، وانا اروح لحد عمرنا ليه؟ عمرنا بقى ما هنتطور غير لو عملنا كده. لا بس هقول لك، انا اروح ليه؟ انا هقول لك حاجه اللي عاوز. انت بقى ممكن تقلب نفسك ان انت هب، هو ده يعني هب يعني، انت حضر يعني تعمل ايه؟ البيز عندك انت، بس مش هتعرف تعمل كده الا لما تمضي عقود مع انديه بره يعني، لازم هو اكيد عبيد النتورك تبقى كده، ان انت بتيجي اللعيب ده ياخده من عندك وهو عنده 17 سنه، هيجي يقعد عندي سنتين، وبعد سنتين لازم ان انا اوديه فين؟
هو اوديه النمسا اوديه سويسرا اوديه فرنسا اوديه كذا، فساعتها الاكاديميات في افريقيا هيقول لك انا بالنسبه لي ان هو يبقى في الحته دي في الهب ده نقدر ان احنا ايه. انت فاهم يا عوسي يعني اهلي وزمالك لو فتحوا اكاديميه باسمهم في افريقيا على فكره الاهلي كان عايز يعمل هناك هيوافقوا على الكلام ده؟ ايوه عادي لو انت يعني. لو انت بقيت حضانه صح اكاديميه خاصة. خلي بالك اصل انت في الاخر ايه، انت في مقابل ان انت تعمل الكلام ده هتديهم فلوس وهتفيدهم وهتطور لهم اللعيب بتاعهم، انما هو اللعيبه بيقول ايه بقى قالوا لرمزي ايه لو انت النهارده لا هتاخد اللعيب تحطه عندك، لا انا مش عايز اللعيب بتاعي المميز يقعد في مصر وبعدين عايز اعمل